نعم الله الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأضف إليها في هذا الوطن المبارك الأمن الذي أنت تشعر به. قالت بنية لأبيها: الناس سافروا ما سافرنا. قال: الناس بعد يخافون في بلادهم ونحن في أمن وفي نعمة ودعة، فلماذا لا تذكرين هذه النعمة حتى نحمد الله عليها؟ أعود فأقول: نحن في نعمة، بل في نعم. والبعض منا يتعلل إذا أراد أن يهدر وقته يقول: أنا فاضي، إجازة، هذه نعمة. هناك إجازة تتوقف من العمل الواجب لتذهب إلى العمل المفضول حتى تزداد إيمانا. بعض الناس الآن يأخذ دورات، بعض من الناس وضع له خطة في صلة الأرحام، بعض الناس في القراءة، البعض منا يداعب أبنائه، يلعب مع أبنائه، البعض منا. وهنا يجب أن نعلم أن التغريد الذي نحن نقول أو التواصل الاجتماعي الذي نحن نقول نحذر منه، ليس ما نقول أن هذا الجهاز شر محض ولا شر كله، بل نقول لذاك الذي أحيانا يا أحبابي في البيت الواحد، والله إن الأب والأم يتقابلان في صالة المنزل ليس معهم من أبنائهم أحد، الجميع في غرفته، وإن خرجوا فمع الجوال، حتى صار هناك صمت مطبق في بعض البيوت، مغارات موحشة، بل والتواصل مع الأبوين قل، والتواصل مع الأرحام قل، والبعض منا في إجازة ويقول: أنا مجاز. طيب نعمة، ألا تصل رحمك؟ ألا تقرأ في كتاب ربك؟ ألا تبكر للجمع والجماعات؟ ألا تذهب لإصلاح ذات بين؟ ألا ترسل رسائل جميلة؟ لذلك أحبابي الإجازة ليست حجة على يعني من أراد أن يقتل وقته ويقتل عمره ويجعل النزيف الدائم في عمره، ليست الإجازة سبب مبيح لتفريط الإنسان في عمره، بل إن الحجة عليه فنقول احمد الله. ونقول لبعض الناس يقول: أنا ما أقدر أعيش بدونه. سبحان الله، من 20 عام، من أقل من ذلك، من أقل من ذلك. تذكر البيجر يا شيخ؟ اي والله، جاك البيجر يضرب عليك من يريدك، فإذا وجدت هاتفا ثابتا اتصلت، ثم انتقل إلى الجوال العادي من أراد أن يجدك. الآن ما صار جهاز اتصال، التواصل مع العالم كله شرود. البعض منا يعيش شرود، البعض منا يريد أن يرد على جميع الجروبات، الجميع منا يريد أن يفتح البرامج، تجد شاشته الأولى كلها أيقونات، ويريد أن يرضي النهم والجشع هذا الذي يريده، وهذا على حساب عمره، على حساب دينه، على حساب نفسيته. كما كرمت في المقدمة سبب قلق وتوتر واضطرابات الاكتئاب إلى غير ذلك. فنقول نعم، عندما يتحدث الشيخ ويدخل في الخطبة أن العمر غال وأن المقت أعظم المقت إضاعة الوقت، وأن العمر هو كنز الحياة، والحياة التي نضيعها إنما نضيع أعمارنا، نحن اليوم أكبر من الأمس. خطبة اليوم تخطو بنا إلى لقاء ربنا، فكل غروب شمس تدنينا من الله. فبماذا تدنو؟ بماذا؟ هل أنت ستقول يوم القيامة: أنني اشتركت في 60 جروب؟ خير إن كان 60 جروب والجميع تنشر الخير فيه. فنعود فنقول نعم الإجازة، لعلنا نرسل رسائل للآباء، لأن الأب والأم لهم تدخل في قضية ضبط إيقاع النزيف هذا والتفريط هذا من الأبناء. فعلا بعض أبنائنا يقول: أبوي مو مشغول، أبوي مشغول باللي أنا مشغول به. والدي أصلا نجلس في الصالة ومع آيباده أو لابتوبه أو معه جهاز الجوال. ولذلك لو يتعطل حقيقة كما ذكر الشيخ في الخطبة، لو تعطل هذا الجهاز البعض منا ينفق ما جمعه في سنوات ولا يوقف، يروح يحدث، يغير شاشة، يركب برامج، إن حذفت الأرقام تجد أن بعضهم تنزف دموعه. وش فيك يا أبو فلان؟ ما لك يا فلانة؟ الأرقام راحت، البرامج راحت، المتابعين راحوا. لذلك أحبابي نحن نقول هذا من التقنيات التي نحمد الله عليها إن أبقت أعمارنا واختصرت، وإن كانت تنزف فنقول له أحسن الله عزاءك. صحيح.